حول موافقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الجديد، ينضم معنا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ نايف الراجحي. بداية أستاذ نايف، أهلا بك. أستاذ نايف، النظام الجديد هل سيكون محفز للتطوير وكذلك يعني تحديد الصلاحيات، أو ماذا سيغير هذا النظام؟ يا هلا وسهلا، يعطيكم العافية حياك. وشكرا على الاستضافة. أولا بالتأكيد تطوير الأنظمة يعد من أهم مراحل التطوير التي حرصت عليها حكومة المملكة العربية السعودية مع توجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله. الغرف التجارية تلعب دور جدا مهم كمظلة للقطاع الخاص، والنظام الجديد اللي فرض أو اللي وافق عليه مجلس الوزراء يحفز على تطوير ويحدد صلاحيات ويسهم في نمو الحركه الاستثماريه في بالاحد لا سيما في قطاع المنشات الصغيره من خلال اعفاء الرسوم لاول 3 سنوات حسب ما وافقوا عليه. نعم سيد نايف، يعني لابد يكون هناك يعني الاثر المتوقع على بيئه الاستثمار. يعني نعم صحيح، هو النظام الجديد أعفى المشتركين الجدد مدة 3 سنوات، فهذا بيعطي أفضلية جدا كبيرة للرجال الأعمال اللي داخلين على القطاع، وسيساهم في نمو الاقتصاد في الفترة الحالية. نعم، إذن كل الشكر والتقدير للأستاذ نايف الراجحي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض.